دعوتنا للمؤتمر لحتى نتكلم عن الذكاء الاصطناعي بالشرق الاوسط والعالم العربي. نحن تكلمنا اول شيء شرحنا شو هو الذكاء الاصطناعي، ما هي الشركات والقطاعات اللي عم تستخدم الذكاء الاصطناعي بالعالم العربي الشرق الاوسط وحتى بالعالم اجمع. فسرنا عن الذكاء الاصطناعي ليفهم المستهلك كيف هو شخصيا كل البلاتفورمز والتطبيقات عنده عم يستخدموا هيدا الشيء ليفهموا حاجة المستخدم. وكمان شرحنا كيف اليوم الشركات الحكومات كل القطاعات بالعالم العربي لازم تبتدي تستخدم هيدا الذكاء الاصطناعي لتطوير منتوجاتها وتطوير المجتمع. اليوم مع التكنولوجيا العصر عم يتقدم كتير بسرعة، خصوصية حقل العمل عم يتغير بشكل سريع جدا، لهيك نحن منركز انه نجيب هيدي التكنولوجيا الجديدة ونعرف كل الشرق الاوسط ومصر وكل العالم العربي عليها، لحتى نحن كاشخاص عم تدرس او كاشخاص عم تشتغل نتحرك بنفس السرعة وما نلاقي حالنا بيوم من الايام شغلنا ما بقى موجود لأن التكنولوجيا بدلت. فهو بيفيد ليفتح عيون الشباب على فرص العمل الجديدة اللي حتنخلق بسبب هيدي التكنولوجيا، وبيوجههم ليتجهوا بالاتجاه الصحيح ليلاقوا فرص عمل جيدة. الذكاء الاصطناعي أكثر شيء نحن نتوجه للمبرمجين وللمهندسين، بس حقيقة كل القطاعات حتستعمل الذكاء الاصطناعي. مثل ما اليوم صار كل القطاعات إن كان بالزراعة ولا بالاقتصاد صار عندهم مبرمجين عم يعملوا تطبيقات وعم يعملوا ويب سايتس، مع الوقت كمان هدول القطاعات حيصير عندها خبراء بالذكاء الاصطناعي ليطوروا منتوجاتهم. حاليا في مثل نزاع كثير كبير عن الاثيكال للذكاء الاصطناعي، يعني الناحية الإنسانية، هل هو بيقرر هل هو ما بيقرر. بس طالما انه هيدا الجدال موجود هو حيخلي كل الشركات الكبيرة تتوجه انه دائما تختار الشيء الصح، وبدل واجب دائما على المستهلك وعلى المستخدم اللي هو نحن نعرف نستخدمه بالطريقة الواعية الصحيحة. من اقل من شهر كان عنا الشرف نكون بالقاهرة بالمدينة الذكية وحكينا قدام اكثر من 1800 مصري، 1800 مبرمج وطالب عن التكنولوجي لجوجل وعن البرمجة. شاركت بمؤتمرات كتير سنغافورة، دبي، المغرب، الجزائر، عمان، لبنان، السعودية. كان أول مؤتمر بتوجه للنساء بالتكنولوجيا كان بالسعودية بمكة، كان من تنظيم 7 ساعات مؤتمر رائع لأكثر من 50 امرأة. هذا المؤتمر عطى الوحي لثلاث نساء يبلشوا الشابتر تبعهم ببلدهم وهلأ عم يعملوا هن الإفاق. صراحة أنا صرت تقريبا مقدمة أكثر من 20 نشاط بخلال هذه السنة فقط. كان صدمة بالنسبة للقاهرة أولا بعدد الحضور الرائع. صدمة حلوة ولا وحشة؟ صدمة رائعة صراحة، يعني أنا أخذ معي أكثر من أسبوع to recover بس تفيق من اللي شفته بالقاهرة. أولا نحن كان عنا أكثر من 4000 مسجل بالنشاط، اضطرينا أنه نحد الموضوع ل 1800 لأنه ما في مكان. اثنين، الشغف عند التلاميذ والمبرمجين المصريين انا ما شفت مثله. ثلاثة، قديش هدول المبرمجين هن شغلين على حالهم، يعني كل حدا فيهم اجى قال لي انا اخذت هذا الكورس واخذت هذا الكورس واخذت هذا الكورس، ولا حدا وقف عند الجامعة ولا حدا وقف عند اللي عم ياخده. بس كان شيء رائع، الشغف بالاسئله وقديش هن مهتمين وقديش هن ممنونين للي عم يسمعوه واللي عم ياخذوه منه. فانا فعلا يعني كثير كان تجربة رائعة، ولليوم بيوصلني إيميل وبيوصلني أسئلة من الأشخاص اللي حضروا هذا المؤتمر.